تشيكن هيربس. عندنا هنحط الاول شويه زيت برضو في الطاسه، سيب الطاسه بس تسخن كده ثانيه. تمام. تشيكن هيربس ده بقى هنعمل الطبق الرئيسي دلوقتي. ده الطبق الرئيسي. تمام. في عندنا صوص ديميجلاس. صوص ديميجلاس ده بيتجاب من عند العطار؟ ده بيتجاب من عند العطار، بيبقى كيس كده باودر. اه تمام، بيتباع عند العطار. ده هنفكه بشويه ميه، ده هيبقى زيه زي الوايت صوص. طيب احنا المقادير التشيكن هيربس معانا وحضرتك شغال يا شيف. تمام، عندنا التشيكن هيربس الديمي جلاس ده لما بيتفك بشويه ميه صغيرين تمام بيبقى زيه زي الوايت، بيتقل ماشي. يبقى زيه زي الوايت. حلو. تمام كده، ده بيشتغل في اللحوم بس انا النهارده هعمله في الفراخ. تمام، هيشتغل في اللحوم يعني اللحمه. هيشتغل في اللحمه. اه تمام، بيشتغل في البيف فيليه، بيشتغل في البيكاتا مثلا بالمشروم، الكلام ده كله. تمام ماشي. يعني اول حاجه الزيت، وتسخن هنحط شويه الزيت هنسخنها شويه، وبعدين الديمي جلاس. والشيف قال لنا نجيب الديمي جلاس من عند العطار عادي، نقول له عايزين ديمي جلاس. تمام ديمي جلاس. اوكي، هننزل بالبصله مفرومه معانا، بصله مفرومه ده. بصلة متقطعة صغير، بصلة مقطعة سمسم صغير. تمام، سيبها كده تحمر بس معايا سنة، أنا عايز اللون الذهبي بس بتاعها. تمام تمام، ده أول خطوة خالص. دي أول خطوة خالص. أوكي. طيب عشان برضو إيه ما ننساش حاجة، إحنا عندنا الفراخ طبعا عشان وقت البرنامج عندنا، فأنا خدتها في طاسة. رجعنا لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، واللي مش متابعنا من بداية الحلقة احنا بيسعدنا ويشرفنا وينورنا النهاردة شيف ميلاد لمعي، شيف حلو وحادق منورنا يا شيف. اهلا بحضرتك. احنا قبل الفاصل عملنا الوايت صوص، والشيف ورينا ازاي نعمل الوايت صوص بكل التركات، ازاي ما يتكلكعش، ازاي ما يبقاش فيه يعني يبقى بسيط وسهل نعمله ببساطة، نستخدم ايه علشان يطلع كده. وبنعمل دلوقتي الطبق الرئيسي والتشيكن هيربس. وصلنا لايه يا شيف؟ وصلنا خلاص البصله خلاص بقت لونها ذهبي شويه. تمام، هننزل بسنه ثوم، معلقه ثوم كده صغيره. تمام تمام. وهننزل بالميكس بتاعنا ده، روزماري، ميكس توابل يعني، ميكس اعشاب. اعشاب، ميكس اعشاب. اه هيربس بقى. تمام، هننزل بمعلقه زعتر صغيره. روزماري وزعتر. روزماري وزعتر، معلقه ريحان. ريحان. تمام كده، موضوع سهل. حلو قوي. الريحان مجفف، ينفع استخدم ريحان اللي هو الاخضر ولا لا؟ ريحان فريش، ده ريحان فريش بس انا مجففه في التلاجة. تمام كده ماشي. طيب احنا المفروض ان احنا جاهزين. الريحه تحفه. هنجيب ده هنا اه براحتها خالص. تمام، هنحط فراخ معاها. طيب انت زي ما قلت لنا شايف الفراخ، قول لنا تاني عشان مش الفراخ. متابعنا الفراخ عملت ايه فيها. الفراخ يا دوبك حطيتها في الطاسه دي عشان وقت البرنامج. اه تمام، خدت ملح وفلفل وشويه زيت. تمام، ودخلتها الفرن. تمام، هناخدها دلوقتي ونحطها هنا في قلب الطاسه. تمام كده. اه، وانت من البدايه حمرت بصله، حمرت حطيت عليها معلقه ثوم. ثوم والتوابل اللي مطلعه ريحه تحفه دي. لا الاعشاب يا رب. الاعشاب. الاعشاب اه، زعتر وروزماري وريحان. روزماري وريحان. جميل. طيب الديميجلاس اللي احنا هنجيبه اللي احنا قلنا يا شيف زي الوايت صوص. والديميجلاس طيب. قلت لنا برده انه بيتجاب من عند العطار. عند العطار. تمام كده. اوكي. طيب انا مش عايز الديميجلاس يخرز مني زي الوايت، هعمل ايه؟ هنزل بميه سخنه في قلب الطاسه، كزرولة كده، اي كزرولة صغيره عندنا. تمام كده، ميه بتغلي عادي، ميه سخنه.
احنا مش حاطين اي ماده دهنيه ولا اي حاجه. تمام تمام. هنزل معلقه دمجلاس واقل، معلقه دمجلاس واقل. يعني الدمجلاس بيتفك بميه سخنه، ميه سخنه مش ميه بارده. لا لا ميه سخنه ونقل ونسيبه على النار. تمام. واحنا بنقلب كده هيتقل معانا. جميل. وده هيطلع زي هيبقى متماسك زي الوايت صوص. هيبقى متماسك زي الوايت صوص. تمام. بيفتح لونه، بيفتح، انا شايفه لونه بيفتح، لونه بيتقل مش بيفتح، بس هو عشان الغليان. حلو قوي. ما بنحطش بقى عشان ملح ولا لا لا لا، هو الدميجلاس بيبقى فيه كل حاجه، في ملح، في كمون، في عندنا توم باودر، بصل باودر، كل الكلام ده بيبقى فيه. تمام تمام كده. هنسيبه برده على النار زي ما هو يتقل. تمام. وندي تقليبة للفراخ بتاعتنا. ده حوالي قد ايه يا شيف؟ يعني انت حطيت على قد ايه ميه ده؟ قد ايه ميه وقد ايه ديمي جلاس؟ يعني نص لتر ميه. نص لتر ميه؟ عليها معلقتين كبار ديمي جلاس. معلقه؟ معلقتين كبار ديمي جلاس. معلقتين، تمام. تمام؟ يعني لو هحط كوبايه ميه عليها معلقه ديمي جلاس. ديمي جلاس، تمام كده؟ وطبعا بنضاعف الكميه، ماشي. نضاعف الكميه. هنعلي بس عليه شويه كمان عشان وقت البرنامج. اوكي. ونسيبه يتقل. طيب ما احنا ممكن نعمل حاجه تاني، هو كده خلاص شغال. انا عايزه بقى يتمكس مع الفراخ الهيربس. فهجيب دي هنا ويغلوا مع بعض، هما الاثنين يغلوا مع بعض. هنزل واحده واحده. شايف الصوص عامل ازاي؟ هو تقل فعلا، تقل ولسه هيتقل تاني. هسيب دول كده عندي عشان ممكن نحتاجهم. طيب احنا اول حاجه البصل وعليها اتحمرت شويه وعليها معلقه ثوم، وبعد كده الشيف حط الاعشاب روزماري وزعتر وريحان وقلبهم بقى مع بعض، وحط عليهم الدمي جلاس بعد ما تقلب شويه في الميه سخنه زي ما ورينا الشيف. هندي بس حاجه صغيره، هندي معلقتين كريم، كريمة الطهي اللي قلت كريمة الطهي. ودي لو ما عنديش الكريمة ممكن استخدم كريمة لبناني. تمام تمام كده.